الان بدنا نعمل حساب نهائي للتورك المطلوب من المحرك. اذا فايندينج ريكوايرد ريكوايرد موتور تورك. هلا ببساطه كل شيء انا عامله مرجعه كله لللو سبيد شافت. فراح يصير عندي الان هلا ايتا تي موتور او تي درايف في ار جي. واضح هلا شو اللي عملناه احنا هون؟ عمالنا بنقول بدي اخذ التورك اللي جاي من المحرك راح اضربه في ار جي، ما راح اقسمه على ار جي لانه سبيد انا شو عملت فيها؟ عملت لها ستيب داون، فالتورك عملت له ستيب اب، فلما يروح هذا على اللو سبيد شافت راح يصير التورك اعلى وهذا هو المطلوب. لكن انا الافشنسي كل السيستم لكل السيستم 75%، اذا هذا التورك اللي جاي من المحرك شو راح يضل منه؟ راح يضل 75% منه. هذا ابروتش مختلف شوي احيانا، لكن هذا مقبول الابروتش. بيساوي او ناقص. ناقص ايش راح اطرح منه؟ تي اوت اوف بالانس. هذا التورك اللي بضل هو راح يعمل اكسلريشن على اللو سبيد شارت اللي هي ال اس اس. هلا هاي حسبناها احنا على اساس 4.5 ثواني نطلع من الزيرو سبيد للتوب سبيد، متذكرين؟ حسبنا انه حتى اوصل التوب سبيد باربع ثواني ونص لازم يكون هذا هو الاكسلريشن اللي بتحقق عندي اللي هو 3.42 × 10⁻³ radians per second square. هذا مضروب في اي توتال، واي توتال هون عندي 35.1 كيلوغرام، مضبوط. وعندي تورك اوت اوف بالانس كان 201 كيلو نيوتن. اوكي نعم تفضل. الاي مضروبه في 10⁻³ لانه 35.1 كيلوغرام. هاي مضبوط، متاكد؟ مضبوط. إذا 35 مضروبة في إيش؟ 10⁻³. 10⁻³، أوكي؟ إذا هاي في 10⁻³. هلا اللي بدي تنتبهوا عليه بدنا نشوف هاي أحد الأشياء مهمة كويس تطلعوا عليها حتى تبدأ تفهم شو اللي بتعمله. هذا إيش قيمته بالنسبة لهاد؟ كثير. يعني هذا هل هو أكبر بكثير من هاد ولا أصغر؟ وهذا كمان بدلك إنك شو تعمل؟ مين اللي مين اللي متعبني هون؟ مين اللي مغلبني هاد؟ واحسبوا القيمتين الآن. هلا احسب هاي راح تضلها نفسها 201 في 10⁻³، مضبوط؟ في ايتا تي ام ار جي، اضرب لي الرقمين هلا هذول ببعض 120، وراح تكون هذه طبعا كمان وحدتها كلهم هذول نيوتن متر. هذا الرقم اطلع شو مقارنه بهذا الرقم، اذا مين العبء الرئيسي تبعي؟ الويت هذا. ولذلك لما تعمل كاونتر ويت بتخفف كثير من العبء اللي موجود عليك هون، بصير بامكانك تركز على الاكسلريشن. يعني هذول لما نطرحهم من بعض بصير عندي ايتا. هلا ايتا 75% اظن احنا كنا حاطين، والله تاكدوا، اظن كنا حاطينها 75% تي من المحرك، وار جي اللي هي 10 او 10000، مضبوط. بتساوي بيجي عندي هلا هون 201000 زائد 120. هي طبعا هون يعني مش هيك بصير؟ مضبوط. فبصير عندي هلا تي ام بتساوي قديش؟ 26.8 نيوتن. طيب نرجع بالنسبه للمحرك، اي تورك هذا راح اخذه؟ الريتد. هلا احنا احسن شيء نشتغل على الريتد. هلا في سالتوا انتوا سؤال، طب ما هو ستارتنج اعلى، ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحط فاريبل فريكونسي، فاريبل سبيد درايف، راح نحكي عنه هلا كمان شوي. اذا لما نروح على المحرك من الداتا شيت راح نفتش هذا، متذكرين هاي احنا اعتبرناها 1470 ار بي ام، مضبوط؟ مش بحساباتنا لما حسبنا اوميجا انه بده يطلع ب 50 ثانية او 51 ثانية اظن. وهاي راح تكون هي تي ريتد، لازم المحرك اللي بنختاره يكون تي ريتد له اكبر من او يساوي 27. هلا اظن من الداتا شيت موجودة، كانت الداتا شيت صحيح، كويس، ملاحظة كويسة. خليني بس أطلع التورك، أظن التورك كان 71 بحالتنا هاي، بحالة هذا ال أو أنا معي أظن الداتا شيت، خليني أشوف إذا معي الداتا شيت. هلا الداتا شيت تتذكروا اطلعنا عليها بالتفصيل دخلنا فيها وطلعنا عليها. هلا حنطلع على اول محرك، اطلع على الريتد تورك تبعه، راح الاقي انه الريتد تورك تبعت اول محرك 71،
فالتي نومينال تبعت اول محرك كانت 71 اللي هي اكبر من هذا، فما في عندي مشكله. اللي ساعدنا هون انه عندي ريدكشن ريشو عالي جدا، والزمن طبعا كان طويل. هلا لو نزلنا الريكويرمنت مثلا، لو جينا نزلنا يعني هذا المحرك ما فيش فيه مشكله، بس لو جينا الان نزلنا الريكويرمنت بدل ما يكون الزمن 60 سكندز، رحت نزلت الزمن مثلا ل 5 سكندز، هون راح يختلف كل شيء معنا. هلا ممكن انزله ل 5 سكندز، واحد الاشياء اعملها ما اعملش كاونتر ويتنج، المحرك بده يصير اكبر طبعا، اللي بدي اختار المحرك بده يصير اكبر لانه الزمن هون صار عندي اعلى بكثير. هلا احتمال كبير بال 5 سكند بدي اضطر اعمل تراينجلر بروفايل. متذكرين حكينا عن تراينجلر بروفايل وين عملناه؟ هذا الكونفير بيلت عملنا تراين، لانه ما راح الحق اصلا امشي على توب سبيد، فحتى اطلع للتوب سبيد وانزل من هون هلا هذا احتمال انه يكون مش مناسب. شو راح اضطر اعمل؟ بدي اعمل كاونتر ويتنج، بنزل الجير بوكس ريدكشن ريشو، وبعدين بحل هاي راح يزبط معي، راح يزبط معي لانه هذا الجزء بيختفي، جزء كبير من هذا هون بيختفي وبيصير اسهل بكثير.